مارتن لوثر وجد ترجمة تانية فضلها على الترجمة الأولى، قام بها سنة 1320 راهب دومينيكاني اسمه ريكاردو، وكان عاش فترة في الشرق وأجاد اللغة العربية، وبالتالي ترجمته من العربية إلى اللاتينية تكون أفضل من الترجمة الأولى التي لم يكن صاحبها يعرف العربية. ومع ذلك لوثر الترجمة الأولى أعاد طباعتها بمعاونة صديق له اسمه ميلان شوتون في بازل سنة 1543. يعني مارتن لوثر هو صاحب الفضل في إعادة طباعة هذه الترجمة. أما الترجمة الأخرى التي كان يفضلها مارتن لوثر فيعني أوصى بأن تترجم إلى اللغة الألمانية لأنه هو ألماني طبعا، وبالتالي يريد للألمان أن يتعرفوا عن طريق ترجمة تكون مضمونة، وترجمت بالفعل وكتب لها مارتن لوثر مقدمة وتعليقات وبعض الهوامش. فده شيء يعني يبين لنا أن مارتن لوثر كان شخصية واسعة الأفق وينظر للأديان الأخرى على أن كلها من منبع واحد، وبالتالي ليس هناك بأس على الإطلاق إن أنا أتعرف على الأديان الأخرى والكتب السماوية الأخرى التي نزلت قبل ذلك.